السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومتابعين شركة بيت الأمان. صلاة وبركاته خوش ويستان دبرا زلاتان يوادر مهم لأيك بعجبن امزار باسي سعري تويوتا هايلاندر داكين سعري عالي حوت كشن. اليوم راح نشعل السيارة عالي كبير 7 راكب طبعا من شركة تويوتا. اسم السيارة هايلاندر. شوف السيارة طبعا هاي أكبر من الرافور أوا قورتريلا رافور زور كاز لقى رافور غلطي بيركا. طبعا كثير من المشتريات مالتنا يغلط هاي بين الرافور، ما يقدر يختلف السيارة ما بين هو هاي السيارة وما الرافور. طبعا هاي يجي هايبريد، يعني عندك ماكينة 2500 4 سلندر وبطارية. طبعا هو صار بستنا هايبريدا وقد بينن اي في مود. عندك المود الكهربائي اي في مود تاع شاب ساين 2.5 زي ما تشني وتا مشني كاميري الاسرع. عندك نفس الماكينه مال الكاميري، وعندك بطاريه ماكينه بطاريه وهروا ماكينه كهربائيه كاير مثل. طبعا هاي تقدر تسوقها على بطاريه بس على البطارية حتى 60 كيلومتر، حتى 6 كيلومتر تطواني تنها لسر كهرباء يرودواتر. بعدها يشتغل الماكينة وهو يحرك السيارة. باجويش سيارة كده ماشينك عفوا كاك يفجي شيرواني برزم. والله سعري لاند كروزر است سعري لاند كروزر بو سعري كأود معلومة سعره كيد كتشار دفتر وبنزا بينز ورقية. لاند كروزر بو سعره ناكري لاند كروزر إيش خاوين وموديل ميعي نزيق منه 2021 17 بلام أوايتر حزو أرزو راي شخصي خوما هركس وراي خويه. بلام وقو سعري قبلين تونته سعري شي جورته بوكو لاند كروزر أو سعرش باشا عائلية وتوناش باشي هي. طبعا هاي سيارة عائلي تقدر تقارنها بسيارات مثل السورينتو. هاي مو سيارات كبيرة، حجم SUV يعني SUV احتيادي. سعرها 4 دفاتر و 55، يجي مع 3 سنوات ضمان من شركة جيهان. 3 سال ضماني هي شركة جيهان. سعر 4 دفتر و 55 ورقة. طبعا هاي يجي باللون ابيض صدفي، رنجي سبي صدفيه. كيف تعرف انه هاي هايبريد؟ عندك الهاي العلامه زرقاء باللوجو مال تويوتا. شلون زي هايبريدا او هما شينتها لناو هما تويوتا هكا كو نشان دات كا او هايبريدا. طبعا ال دي لايت هي بلاجكتور، عندك ال دي لايت بلاجكتور. عندك شوف ال دي هنا هاي LED عندك وبلاجكتور احتيادي. ويل مالتك طبعا يجي هاي الديزاين مالته ديزاين كلش حلو، ديزاين حلو. طبعا قياس مال الوي 18 ديزاين ويلك او ديزاينيه ديزاينك زوزو قياسكي هجديه. وطبعا قياس مال التاير هو 235 على 65، وقياس تاير كشت وتطاعك ببانيو ببرزي دو سي بينز با شيست بينزا او كباس بانيو برزي لكن. طبعا هي هايبريدتها، عندك العلامه هايبريد، عندك المرايه كهربائيه نفس اللون، يداد نفس اللون. طبعا يجي حساس، شوف هاي كيف تعرف حساس انه هاي عندك الحساس واشارات بالمرايه. اشارتك لا انا همان رنقتي انا كانت همان رنقه الرادسك كان همان رنقه مش حساسيه. طبعا هو بردة بشتو شيء، عندك البردة بالخلف مال كشنات الخلف. يجي كشنات قماش لون رصاصي، كشنير رنج رصاصي ديتو قماش جديد زلناهن. عندك سقف سلايد تاعها، كشن مال سائق كهربائي يتحرك كهربائي. اي ليس كهربائي ايش في ركير وقت بينن. طبعا سعري شي قورو مرتاحة، سعري شي عالي زوز الوقت. مع هاي سيارة عالية وكبير جدا، يعني واسعة حتى يعني بالجوا ما تشعرنا مكان ضيق. عندك الكترونيك باركينج بريك، اوتو هولد، اي في مود، اذا ما تريد تشغل السيارة بس الكهربائي يتحرك تقدر تسوي بهاي. عندك مانع انزلاق ووضعيات القيادة. زوركان الاخرين اللي الكترونيك باركينج تي، اوتو هولد تي، تنها اي في مود تي، وات تنها لسا كهربائي كدروات بلام دياري كراو هاي محدودة يعني. وهروها ليرش تعد عفوا مانع انزلاق تي. طبعا وسعرش كعالية زور شويني هبوش تي اللي دابني، وهروها باتري ومبلنزي شحن كرنوش تي زورة. طبعا هاي سيارة لانه هو عائلي، عندك مكان كل شي يعني تحط بيه اشياء يعني دبو مي، مكان ايباد، تليفون، كل شي يعني. وعندك مكان تشارج بكل مكان بهاي السيارة. عندك مكان USB Type-C 2 و USB اعتيادي ومنفى 12 فولت، زي 12 فولت تي، دو زي دو USB Type-C تي، وهروا USB شي اعتيادي زي زرار زي موبايل تي. عندك مكان هنا تحط بيه موبايلك هنا وهنا. طبعا مكان دبه ومي اي شي يعني تريد، مكان كلش كبير تقدر تحط بيه دبه ومي كبير. هنا عندك مكان اكواب لير زي دو او تي دبه او شتوا بلين اكبتو داني زي كورد بيتوا ليرش هروات زي كده. عندك مكان تحط شيء هنا. وهاي الشاشة عندك يجي لمس وتقدر تتصل بيه بالبلوتوث. عندك شاشة ديجيتال صغير بالمال سائق، شاشة بتشوكي قزكشتيا بولاي بو سائق ورا اوج بابلين تاع بلوتوث وتوا لمسة تبريد الليرة هي. وطبعا تبريد لبشتوج، عندك تبريد هنا وتبريد بالخلف طبعا يجي بصمة على السكان. شو عندك؟ عندك تحديد سرعة، كنترول مال صوت وأوامر صوتية، كنترول دنقت هي فرماني دنقت هي وروا ليرش تحديد سرعة كتها. وبرينا لا سائق تمشي ايش لا سائق لا سائق زي ما كانت تمريك كهربائي اوتوماتيك، كل الجامعات يجي اوتوماتيك وكهربائي. طبعا نفس الشيء عندك سماعة هنا، سماعات هنا وهنا. عندك الكنترول بالمرايا الجانبية هنا اللي هي كنترول اعينة كانت. عندك كنترول بالصندوق تقدر تغلق وتفتح الصندوق. عندك الكنترول باللايتات الأمامية ناصي وعالي توان لير كنترول لايتكاني بيش وبكي برزونيزم لير كنترول درجي بيش توا دكي زغلوي كلير توان كنترول اعينة كان تو هروها لير كنترول اعينة كان تنيشت بكي. طبعا ضروري كشنا كانوا كشني ليس كهربائية دوتوان كنترول بكي و هاو بابلن برزو نزمية كي همي بكهربائي دكري وقت دبنن. طبعا كشن مال ساغ يجي كهربائي يعني تقدر تتحكم بكل شي مالته. هاي السكان مالته طبعا تقدر تتحكم بعالي بناصي او هاي عالي توان برزي كيو نزمي كيو شاشة ديجيتال تيا ليرش بابلين توان كنترول لايتك يعني قد تقدر تتحكم باللايت مال قدش مال السائق من هنا شوف. طبعا مرتاح. طبعا عندك هنا مكان تحط بيه شي تفتح هاي كده، وعندك هنا تقدر تشيل هاي توان ولا بي اقل حز لينيا واروا بابلين توان داشنيا اوا زيقاش فراوان تيب وشتي لدابري بابوينا بشتو. حسن نروح للخلف نشوف الخلف. طبعا خلف يجي بردة بلادي من الشركة وتروح للباب وقت بنين دروات ناودر جاكا بردة بلادية. عندك جلد هنا، مكان تحط بشي صغير، وعندك جامات كهربائي اوتوماتيك، مكان واسع جدا اللي تحط بيه اي شي تريد. هرت زجاج فرانتي بوهرتش للتوين اللي دابني زامي كهربائي اوتوماتيك. سماعة ليرة، عندك سماعة هنا طبعا يجي كشنات قماش وبس مو كهربائي، بس تقدر تتحكم بالقدام والخلف حسب راحته، حسب الشخص بالقدامك وحسب الشخص الذي يجلس بالخلف، حسب هو شخص يكلب بشتو دانشتو تواني كشنا كان ببيش يا بيشو بشت يا بيشو عفوا يا وكسي كلب رامبرد دانشتو وقدم الليرة تواني كنترول. طبعا دو سواني مبلين بوكو تون وانا وشو انا بتوي بتشتو دقميك دادقري كشنا كان طاقو دبتو دروي بشتو. طبعا مثل اللاند كروزر وهاي السيارات كبيرة تقدر تدوس على دقمه وبعدها كل كشن يتحرك حتى تروح للرف الخلفي الرف الثالث. طبعا بالنسبة للمساحة عندك مساحة كبيرة ومرتاحة جدا. شوف يعني عندك مساحة واسعة جدا وتقدر تروح للقدام شوي حسب راحتك. طبعا وقت بينزل جاش فرامانتيا تواني بتسيا بيش وش قبل حز لينيا وانت اللي بشتوبي حسب راحتي خوتا. طبعا عندك تبريد مختلف فاصل عن القدام مالتك قدام، يعني تقدر تتحكم بيه هنا وتبريد هنا على راسك. يعني لسه دوتاني ليري كنترول كيب دوتاني شويبه واروا جرم سار بدلي خوته. طبعا زيدو يو اس بي شتيا هردوكيش تايب سي. طبعا عندك مكان يو اس بي اثنيناتهم تايب سي، عندك جيوب هنا عندك جيوب هنا. كل السيارة راقية يعني سيارة عالية سياريش عالية زوزو باش. طبعا هاي بالنسبة لصرفيات الوقود جيد جدا، يعني من احسن السيارات بالنسبه للصرفيات وقل انه هاي هايبريد، يعني ما تشحن البطاريه انت، الماكينه مالتها السياره بنفسها تشحن نفسها وتستخدم السياره بنزين، يعني بنزين اعتيادي ما عنده اي مشكله. طبعا بنزيني اسايتي بكي او اشتكي بابن بواني كده انه سعر زوزو اقتصادي عنده او سعر زوزو اقتصاديه دبوي توهم باتريك شحناكي وخوي ماشينك باتريك شحن دركاتو هروها كشحنش بو بخوي لسم باتريك دروات نال ماشينك ايجبك هتا ببيستي نزار. يعني طبعا هاي ما يشتغل الماكينه حتى ما يعرف انه بده القوه اللازمه اللي يتحرك السياره وهو بعدها يشغل الماكينه. اذا ما يرد يشغله بس يروح للبطاريه شتيكي زوزو باش. طبعا وكوسمان زماني سي صايلك والسعر شي تسوار دفترو بنزا بنز ورقية برقم. طبعا كما قلت لكم هاي السيارة جي مع 3 سنة ضمان بدون رقم 4 دفاتر و55 ورقة 3 سنة ضمان من شركة جان. طبعا حسنا نروح لبنزبة العنوان مالته بابين سناوني شان وكنا نشان شركة بيت الأمان. شركة بيت الأمان توقع بمدينة أربيل شارع مكان المعارض كما تشوفون مقابل شركة بنزوتو، على يميننا شركة باسنجرسو على يسارنا شركة أوتو هاوس. وهاي الواجهات مالتنا، شوف الواجهة مالتنا وهاي الواجهات مالتنا. تقدروا تواصلونا بالواتساب على الرقم اللي كتبته بهاي الكومنت بالواتساب او بالتليفون مالتنا او بالفيسبوك او الانستغرام باسم شركة بيت الأمان. دتوان بيون ديمان بيو كان رقي تليفون واتساب مانو بوجماري قدامنا واحد الاخوارو كومنتا يعني دتوان هاد بيون ديمان بيو كان هاد بو رقمه هاد كاميرا بيعمل خدمات داين زقله واج وقت بينين ايملا هولير صدمتري لا مع رزكانين برامبر شركة بزوتو دست راس من باسنجر شو دست تبش من شركة أوتو أصلا أوجواد زي هكية دقل وجد وان بيون ديوان بيو كان لرقي فيسبوك وإنستغرام وبناوي شركة بيت الأمان ينجل إنستغرام بناوي بيت الأمان كمباني زوزو سباستان لكم. شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة، مع السلامة أخواتنا.